السلام عليكم خياتي، كيراك دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله غادي يجي لكم تتمه تاع الفيديو اللي حطاه لي فاتت. كي درت كملت الطلبيه تاع العيد، كي درت سلمتهم للزبائن، وشهوا الاخطاء اللي طحت فيهم. ان شاء الله يدي باذن الله باش نتوما تيفيتوهم وما تطيحوش فيهم، وشهوا الحلويات اللي تمشوا بزاف كي تكون عندنا مناسبه كيما تاع العيد. كيما كتلاحظوا الحاجه الاولى، دائما بدوا بالحاجه اللي تشد لكم اليد، والحاجه اللي تحسوا نتوما بها بلي خاش مهما كان حنا الحلواجيات مهما كان نخدموا لي كاطو، بصح كاين بعض الحلويات لي لا غالب بالسيف عليك تخدميهم. لازم عليك كي تكوني تخدمي لي كوموند، لازم عليك كي تجي عندك زبون تقول لك خدميني هذاك النوع تاع الحلويات، لازم تكون كاع انواع تعرفي تخدميهم هكا باش تكوني ناجحه في حياتك، وتكوني ناجحه في لي كوموند تاعك وتكوني تخدميهم غايه هكا باش كي تجي عندك زبونه تقى كاع اللي تحوسي تقاه عندك. كيما تلاحظوا بديت هنايا بالتشيرك والكيكات كيما قلت لكم في الفيديو اللي فات. انا هذا الكاطو تعجبني خدمته، بصح كي تجي للمرحله تاع التذكار نكره، نتمنى نقول يا ربي بالخاف نكملوه باش نتهنى منه. هذا هي بديت به هو الاول، وخرته على جهه هكا باش المورال ما يطيحليش. نبدا به هو الاول، كنت دائما بدي بالحاجه اللي تتعبك، خاطرش كي تبدي حاجه الاولى تكوني شويه اون فورم، مي يبقى لك الرتوشات الاخيره بدي بالحاجه السهله. هنا قلت لكم بديت به هو الاول هادو الحلويات على فكره على التزيين، خدمته حتى اللي كدير لي واحد الوقت 3 ايام ونزين فيه. اما باش نصنع الكاطو دير لي واحد الوقت تاع 4 ايام ولا. هنا بالنسبه للاخوات اللي يكون عندهم تربيه واللي يكون عندهم اطفال، ننصحكم كي تكونوا تخدموا كوموند كبيره ولا تكون كوموند تاع العيد، ننصحكم انكم تجيبوا واحد تعاونكم لخاطرش شويه تعيو شويه ما تلقوش رواحكم. ننصحكم انكم ديروا توجور ديروا تبدو على بكري وكل يوم تخدموا حاجه قليله باش تكملوا في الوقت. وننصحكم تاني كذلك كي تكون مناسبه العيد، ننصحكم انكم نتوما تخيروا لي موديل، باش خاش كاين بزاف اخوات سقسوني قالوا لي لي موديل اسكو يخيروهم الزبائن ولا تخيريهم نتيا. هي لازم تخيريهم نتيا خاطرش كنت تبعي الزبائن غادي يعطوك انواع بزاف وغادي تنغبني بزاف، لذا انا نفضل انك تخيري واحد 10 انواع ولا 11 نوع وهما يخيروا منهم هكا باش تكون عندهم الحريه باش يخيروا. وكذلك انت ما تغبنش روحك كي تبغي تشري سلحتك وتشري الصوالح اللي تحقيهم، يكون تكوني عندك فكره شكي باغي تشري. هنا بعد ما كملت التشارك وسكرته وكنت اصعب مهمه روحت هنايا المهمه تاع العرايش اللي بديت نكلاسي فيهم. كيما تعرفوا العرايش يشدوا الوقت في الطاليه باش تنشف، على بها نكلاسي هذيك على بكري وباش يشفوا في عرضهم باش كي نبغي نزوقهم يكونوا ناشفين غايه هكا باش العرايش تاعكم ما يجيكوش فيهم نطراس. خاش كاين بعض الاخوات دي فوا كي نكون غادي مناسبه ولا نلقاهم ديروا العرايش فيهم نطراس تاع الاصابع، لذا ننصحكم انكم تخدموا على بكري وتخلوهم ينشفوا. وننصحكم الاخوات اللي خدموا لي كومون، ننصحكم انكم تشرو هادو الشبابيك باش تخلو حياتك طرفك شباب. انا من الناس اللي ما نبغيش الكاطو نكلاصي فوق بابي كويسو ولا فوق بلاستيك، نبغي فوق شباك باش هادوك الزوائد كاع يهودو ونقدر نركبي ليهم نخدم بيهم. كذلك الحبة تاعنا تجي نقية من تحت. هنا بعد ما كملته وخرته على جهة خيته ينشف، بديت نخدم في الصابلي تاع الليمون. هذا الصابلي اللي داير ضجة عندي، كاين هذا وكاين تاع الشوكولا البيضاء تاع الخطوط اللي كانوا لي تاع القلوب، وكاين تاني كذلك صابلي تاع المثلثات هما اللي طلبوا عليهم بزاف. هذه هي دائما توجور الحلويات اللي تمشى في العيد، الحلويات اللي تكون ما فيهاش بزاف الشوكولا، كذلك ما تكونش فيها حاجه ثقيله كما تعرفوا الطاوله تاع العيد تكون مزينه بانواع من الحلويات، على بها يبغوا يخيروا حاجه تكون شويه خفيفه. وننصحكم انكم كذلك كي تبغوا تخدموا حلويات العيد ديروا حبات يكونوا شويه صغار باش تقدروا يكملوهم.
هنا تنك درت كلاصه في الليمون، الحلو الصعب تاع الليمون، وهذا الكلاصه شتنيك اللي عجب بزاف الاخوات وجا شبب بزاف، وجا طري هكا باش الشوكولا. كي واحد الاخت قالت لي الشوكولا البيضاء حياتي وانا نقيسها وانا نضيع فيها، ملي شفت هذا الكلاصاج وليت انا معتمد عندي. انا بها نقول لكم هذا كلاصاج شباب، كاين بعض الاخوات تخوفوا منه، انا نقول لكم غير ديروه عينكم مغمضين. هنا تاني كذلك بعد ما كملت روحت تزينت على صابلي، صابلي عادي بالمعجون زينت، هاي تزين خفيف بشي حاجة تكون كومبليكي. تانيك وخولت على جهة، كل ما كمل حاجة نوض الحاجة، كل ما كمل حاجة نوض الحاجة، تنقى روحي مكملة في وقت وجيز. أنا صراحة هنايا الحلويات جبت وحدة تعاونني وعاونتني في الكاطو، كذلك عاونتني باش لصقت حبة مع حبة. بصح في التزيين أنا بغيت نخليه وحدي باش نزينه، باش تكون على غالب أنا نبغي لافينيسيو تاعي، أنا نبغي حتى وحدة ديري لافينيسيو على بيها. أنا خدمتها وحدي وكملتها وحدي. وهنايا بديت هذيك هذا الحلو تاع الكراميل، تاني بغيت نزينها بالعقاش، توجور العقاش ديرها ديرو في الشوكولا، في ديرو الحبة في الشوكولا ولصقوها مع الحبة تاع الكاطو. كيما تلاحظوا شوفوا الحرب ما وراء الكواليس، اللي إكرام هي اللي راها هي اللي قائمة بالحياة، الله يعطيها الصحة. هنايا كان تقريبا كانت كملت كاع الأواني، وهي اللي غسلتهم وهي اللي هدي في الفطور هذو الأيام. هنايا بعد ما كملت كي نشوف هذاك التعب كاع اللي فات عليا ونشوف الحلويات كيما هكا، المورال اللي يطلع لي والرياح، نقول الحمد لله غادي الزبائن تاعي ان شاء الله باذن الله كي يدو حلاويتهم ويكونوا فرحانين. هنا كي طلعتوا هذا الحلو تاع القلوب اللي قلت لكم دار طاجا تاع المثلثات هذيك اللي بغاوه بزاف، هذا صابي تاع الكراميل اللي بعد ما كملت درت له لي كيسات. هنا صار لي كيسات غير لي كيسات، قعدت معاهم نص نهار، قعدت معاهم بالظهر وانا نعمر فيهم نعمر فيهم مرفطوز تاني كملتهم. مشي غير وحدي، قعدت انا والزوج واكرام كتعاون تاني كيعطيها الصحه. هذو تاني درت العرايش زيتهم تزيين خفيف، العرايش كل ما يكون تزيين تاعهم سامبل كل ما يجو شابين بزاف في المنظر. وهنا تاني كعكعات درتهم بالورقة الارز، هذا طلب الزبونه، هي طلبت عليا هذا التزيين. هنا صابي تاع الليمون تاني كنت درتها في لي كيسات. انا قالوا لي الاخوات قالوا لي ما كنتش ديري داك لونكونزا، نقول لهم انا ما نبغيهاش ستو في العيد تبان لي غير ديال الدرهم فقط، كي يكون مناسبه تاع عرس ممكن ديريها. وانت ديك صابلي تاع هذاك صابي تاع الشوكولا درته وتشارك، هذا هو. وهنايا تاني بعد ما كملتهم كامل وجبت الورقه، جبت الكاي تاعي اللي كنت كاتبه فيه الطلبيات، وكل وحده درت لها الطلبيات تاعها، كل وحده تاعهم درتها عمرتها منها في لي بواط كيما كنت لاحظتوا. ما ديروش على الشكل تاع الارض، عرفوا بلي راه في كارثه. هنايا بعد ما كملت كيما كنت لاحظتوا درت لها واحد، درت لها صوالحها كي درت لها ميلونج كي. هنايا كيما كنت لاحظتوا هنا الكيكات، هذا هو لي صابلي، كاين اللي درت لها ميلونج، كاين اللي قالت لي ديري كل كيلو وحده، كاين اللي قالت لي بلي ديري شعب الحبه في اون بواط. نتوما تبعوا زبونا، ومن ننصحكم انكم كي ديروا الحلويات في لي بواط كل نوع ديروه وحده، ولا قالت لكم ديروا ميلونج عرفوا كي تستفوا فقط باش الزبونه كي تجي تدي صوالحها تريح مورالمو وتشوف المنظر اللي يحفزها وتقول لك يعطيك الصحه وتقول لك مره جايه غادي نجي نشري عليك. هنايا تاني كنت البقلاوه ما خدمتش بزاف، خدمت غير حاجه قليله. وهكا كملت، كنت هنايا كملت كامل الحلويات تاع العيد ونظمتهم هذا في لي بواط. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الروتي تاع النهار اليوم، نتمنى ان شاء الله حفزتكم. دوك معليا نقول لكم عيدكم مبارك سعيد، وشكرا شكرا شكرا لكل وحده دارت فيا الثقه وسيت الوصفات تاعي ونجحت فيهم. دوك معليا نقول لكم الى الملتقى، الى فيديو اخر ان شاء الله.